وجه الرئيس السيسي بمواصلة جهود تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتحديثها، فضلا عن الاستمرار في التعاون مع الدول الأجنبية ولا سيما الإفريقية. وخلال اجتماعه برئيس الهيئة الفريق عبد العزيز سيف، أشاد السيسي بالدور التنموي الذي تقوم به الهيئة باعتبارها مؤسسة اقتصادية صناعية وطنية. من ناحيته استعرض رئيس الهيئة تقريرا حول جولته الأخيرة في عدد من الدول الإفريقية، حيث أكد في هذا الشأن أن المسؤولين في هذه الدول أبدوا اهتماما كبيرا بشراء منتجات الهيئة وفتح أطر جديدة للتعاون وتبادل الخبرات معها في عدد من المجالات.